ما هو وقت صلاة سنة الظهر مع توضيح ذلك بمثال؟ جزاكم الله خيرا. سنة الظهر لها سنة قبلها ولها سنة بعدها، فيستحب أن يصلي قبلها 4 ركعات، ووقتها من زوال الشمس. إذا زالت الشمس عن وسط السماء دخل وقت الظهر، إنه يصلي راتبة الظهر قبل الظهر، أو إذا أذن المؤذن إنه يصلي راتبة الظهر القبلية 4 ركعات على أكمل، وإن صلى ركعتين فقط فقد أيضا أدى سنة الظهر، ويصلي أيضا ركعتين بعد الظهر، بعد صلاة الظهر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.